ان الطبيعه الالهيه ان خلق الله من كل زوجين اثنين الذكر والانثى وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعه والفطره التي خلق الله بها الارض ومن عليها وان فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعه الالهيه امر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينيه وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم لذا تؤكد المملكه العربيه السعوديه على ثبات موقفها تجاه مصطلحات الهويه والميول الجنسيه غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربيه الاسلاميه التاريخيه كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الاعضاء وبذلك فاننا نرفض ونتحفظ على الفقره السابعه من مسوده القرار والفقره التاسعه من مقدمته لقد حاولت المملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول الشقيقه والصديقه التفاوض على نص القرار والغاء الاشارات الى الهويه والبيول الجنسيه باعتبارها فقره طارئه مقحمه على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقه وهي فقره دخيله على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه فالديمقراطيه لا تستوجب من احد ان يسال عن الهويه الجنسيه لمن يمارس التصويت ولا علاقه لهذا الموضوع اطلاقا بمفهوم الديمقراطيه ومعانيها ولكننا مع الاسف لم نجد استجابه منطقيه لمحاولاتنا حول هذا الموضوع ومن هذا المنطلق ونظرا لايمان المملكه العربيه السعوديه الراسخ بانه من حق كل دوله ان تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الاخلاقيه وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينيه ونظرا لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمه تجاه المصطلحات والمفاهيم شديده الحساسيه التي يتضمنها نص القرار فان المملكه العربيه السعوديه تتحفظ على القرار وعلى الفقرات الخاصه بتلك المواد فيها شكرا سيد الرئيس